ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مع ميرفت المليجي. مرة أخرى إليك ميرفت. شكرا لكم مجددا وأهلا بكم مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل لحد الساقية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما على صعيد درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات والمدن هي القاهرة العظمى 16 والصغرى 7، الإسكندرية 16 9، مطروح 15 8، بورسعيد 15 7، الإسماعيلية 16 7، السويس العظمى ستكون 16 والصغرى 8، العريش 14 7، طابة 15 10، شرم الشيخ 20 13، الغردقة 20 13، الأقصر العظمى ستكون 18 والصغرى 6، أسوان 20 6، الوادي الجديد 21 7، شلاتين 22 10، وأخيرا حلايب 21 11. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.